تركت مروى المدرسه قبل ان تحصل على الثانويه واضطرت للعمل كبائعه في احد محلات الملابس الجاهزه وشاء قدرها ان يرسلها صاحب المحل الى تاجر كبير كي تستلم البضاعه الجديده لكن التاجر ما ان وقعت عيناه عليها حتى اصابه الهوى ووقعت في نفسه وقلبه فقرر الحصول عليها مهما كلفه الامر التاجر يبلغ من العمر خمسين عاما وهو من اسره معروفه ولديه زوجه تصغره بعشره اعوام وعنده ثلاثه شبان تتراوح اعمارهم بين السادسه عشر وعشرين عاما وبنت واحده في الرابعه عشر من عمرها وهو يسكن في ارقى احياء القاهره وقد قرر الرجل ان يحصل على مروه باي ثمن فبدا رحله الالتفاف عليها ومحاصرتها بدات خطوته الاولى بزيارتها في المحل بحجه انه كان مارا من هناك ثم همس في اذنها ان تحضر الى مقر الشركه لامر هام وحين جاءت اليه سالها كم يدفع لك صاحب المحل من اجر فاجابت الف وخمسمائه جنيه فرد على الفور انا سادفع لك سته الاف وتعملين هنا سكرتيره وافقت مروى على الفور ولم تمض ايام حتى قدم لها عرضه مباشره اسمعي يا بنت الحلال انا اريدك زوجه على سنه الله ورسوله لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي واولادي لا يسمحون لي باعلان هذا الزواج لذلك سيكون الزواج عرفيا بعقد وشهود وساخصص لك شقه لم تحلمي بها بعمرك وقبل ان تطلب منه مهله للتفكير قدم لها خاتما من الماس وعقدا ذهبيا ففرحت كثيرا ثم سالته ولكن الن تخطبني من اهلي فاجاب والدك رحمه الله وامك لا تمانع لكني لا اريد ان يعلم اقاربك بالامر لاني اريد الامر سرا عاشت مروى معه وكان يحضر الى بيت الزوجيه السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم اما الليل فقد كان يمضيه مع اسرته الاصليه وبعد مرور سنه بدا الفتور يسود العلاقه ومع الحاحها على الانجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الفتور الى نفور ثم فوجئت به بعد مشاده بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها ثم يعطيها عقد الشقه ويقول لها ان عقد ايجار هذه الشقه سينتهي بعد شهرين وعليك ان تتدبري امرك بعد ذلك كانت الصدمه قاسيه على مروه فقد كانت تظن ان الشقه من ضمن املاكه وهكذا وجدت نفسها مطلقه تعود الى منزل امها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دفعا للمشاكل والخلافات شعرت مروه بخيبه امل كبيره وندمت على ما فعلت ولم تجد امامها الا التوبه والعوده الى الله فهو وحده القادر على ان ينسيها كل ما مر بها وان يعوضها عنه كل الخير يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرر الزوج الانفصال عن زوجته والارتباط بأخرى. وذلك بعدما علم أنها منذ ثلاثة أشهر تخرج يوميا كل أسبوع دون أن تخبره ونسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وفي اليوم الذي أراد أن يخبرها فيه بقراره وجدها قد أعدت له طعام الغداء وجلست معه على المائدة بابتسامة تملأها مشاعر الحب فتراجع قليلاً وقرر أن يخبرها عندما يستيقظ من نومه. وعندما استيقظ ليخبرها وجدها مشغولة بتنظيف المنزل وبمراجعة الدروس المدرسية لابنيهما. ورغم ذلك أخبرها بأن قلبه معلق بسيدة غيرها وأنه سيؤمن لها ولابنيه مستقبلهم وسيكتب الجزء الأكبر من تركته لهم. فلم تنطق الزوجة بكلمة ولكن انهالت دموعها رغما عنها تعبيرا عن حسرتها. لانها تحبه حبا كبيرا وعندما لم يحتمل الزوج رؤيتها على هذا الحال تركها ودخل غرفه نومه فاعدت العشاء وارسلت ابنه ليدعوه ولكنه رفض وعندما استيقظ الزوج للذهاب الى عمله وجد الزوجه ملقاه على الارض وعيناها حمراء من كثره بكائها ومع ذلك ذهبت لاحضار الفطور له ولكنه ذهب دون تناوله وعندما عاد من العمل وجد ورقه من زوجته بغرفه نومه مكتوب فيها ان له الحق في تركها والزواج من غيرها ولكنها تتوسل اليه ان يقضي اسبوعا مع ابنيهما حتى انتهاء امتحانات نهايه العام وافق الزوج على طلب زوجته وخلال هذا الاسبوع ظلت الزوجه تدعو الله في كل صلاه ان يهدي زوجها ويتراجع عن قراره اما الزوج فقد اراه الله حقيقه زوجته التي وهبها الله اياه فمع اول يوم استيقظ ليلا فوجدها تعمل بالمنزل لكي يجد المنزل نظيفا فور استيقاظه فقال لها انك تعملين ليلا وعندما استيقظ اجدك ايضا تجهزين الفطور فمتى تنامين فقالت الزوجه انام ساعتين قبل الفجر واستيقظ لصلاته والمده تكفيني لان غايتي في جعلكم سعداء ولا ينقصكم شيء رفع الله الغشاوة عن بصر الزوج وعن بصيرته بعدما رأى مدى تضحية زوجته من أجل سعادته وسعادة ابنيها، فدخل غرفة نومه وبحث عن ألبوم صور زفافهما ليتذكر أجمل لحظات عمرهما، فوجد التحاليل الطبية موضوعة بداخل الألبوم أخفتها زوجته لأنها متأكدة من أنه لا يراه مطلقا، وتدل على إصابة زوجته بورم في ثديها. وهنا سالت الدموع من عينيه لانها لم تخبره وتاكد انها كانت تذهب يوما كل اسبوع الى الطبيبه التي تعالجها فانكر على نفسه كل افعاله السيئه معها خلال الاشهر الثلاثه عندما كان يتركها دون اهتمام وكل اهتمامه كان بسيده غيرها عاد الزوج اليها واخبرها بانه عرف الحقيقه فاخبرته بانها لا تحتاج منه نظره شفقه ولا رحمه فأقسم لها بأنه فعلا آسف ونادم على كل أفعاله وأنه لم يكن مقدرا لقيمتها إلا عندما قرر الرحيل عنها وفقدانها وترك لها كامل الحرية في اتخاذ قرارها إما أن يكمل معا حياتهما الزوجية وإما أن تعاقبه على أفعاله معها بأن تتركه وتنفصل عنه فسجدت الزوجة لله شكرا لاستجابته دعاءها وكان معنى هذا السجود أنها قررت البقاء يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اصحاب السبت كان سيدنا موسى عليه السلام قد انبا بني اسرائيل ان الله قد حرم عليهم العمل في يوم السبت وامرهم فيه بالتفرغ للعباده وترك التجاره والاعمال الدنيويه مثلما امر الله المسلمين بتلبيه نداء الصلاه يوم الجمعه وان يسعوا الى ذكر الله حتى تقضى صلاه الجمعه ثم يعودوا لاعمالهم وتوالت الاعوام وفي عصر داود عليه السلام انتشرت الذنوب بين اهالي احدى القرى على شاطئ البحر وكان يعمل اهلها بصيد الاسماك فاراد الله ان يختبرهم ليميز بين من اطاعه وبين من عصاه حيث ضيق الله عليهم ارزاقهم وامتنعت الاسماك ان تاتي الى شواطئ القريه طيله ايام الاسبوع واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اما يوم السبت فتقترب من السواحل والشواطئ واعدادها هائله وانواعها جيده ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ويصبحون في اليوم التالي وهو يوم الاحد ليقوموا باصطياد الاسماك فيجدون الاسماك قد غادرت الشواطئ الى اعماق البحار واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبذوهم بما كانوا يفسقون. انتبه اهل العلم والايمان لهذا الابتلاء وعرفوه. واخبروا الناس ان هذا ابتلاء من الله بسبب ذنوبهم ولو انهم صبروا عليه فان الله سيرفع عنهم هذا الابتلاء وينال رضوانه فثقافه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا راجت في المجتمعات تموت البدع وتصلح الاحوال ويعيش المجتمع حياه طيبه اجتمع بعض اهالي القريه من بني اسرائيل وعزموا على شق القنوات وفتحها يوم السبت حتى تمتلئ بالاسماك ثم يغلقون المنافذ في الليل ليصيدوها يوم الاحد ولما راى العلماء واهل الصلاح هذا الفعل والاحتيال ذهبوا الى العصاه المحتالين واخذوا ينصحونهم ويحذرونهم ويبينون لهم ان هذا تحايل على حرمات الله فمن طبيعه بني اسرائيل اللجوء الى الخداع والتحايل والالتواء اخذ هؤلاء المحتالون يسخرون من الامرين لهم بالمعروف والناهين عن المنكر وهنا ظهرت مجموعه كانت لا تعصي الله ولكنها ترى المنكر ولا تنهى عنه وذهبت الى العلماء والناصحين قائلين لهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا لماذا تتعبون انفسكم بنصيحه امثال هؤلاء فكان رد المؤمنين قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون اي لنكون معذورين امام الله عز وجل ولعل نصيحتنا لهم تجعلهم يفيقون من غفلتهم واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون وجاء امر الله وانجى الله عز وجل الامرين بالمعروف واهلك العصاه بالعذاب الاليم فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون حل بالعصاه العذاب وحولهم الله الى قرده عقابا لهم على معصيتهم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما عن نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين